الفنانين كيجيو فهاد اللحظه عشان يمات بوحدو كتلعب مصاحب بوحدو الزعلي وكذيبة تلقى مع التوزيو تلقى مع الثنائي وانا كنت معاهم انا كنت معاهم راه مولا نوبه اليوم عليو غدا عليك وانسان عاوتاني الغيب حشمه ولكن راه عيب كاع نقولوا هذا الكلام هذا علاش حيت اصلا التنقلات لهذا حنا التليفون راه كافي ولكن دو الجنازه ما نكذبش عليك الجنازه راه كما قلت لك لا يكلف الله نفسها الا وسعها لا هم كسرت لي غير مكسر انا بالنسبه ليا الزهري علاش ما حتى واحد ما يقدر يشوفه المناعه واللي كيعيش مسكين الاكسجين يعني المرض ديالو ما يسمحش انسان اللي هو صحيح يكون واخا فيها شويه الحبوله راه يقدر يعادي بشي مر بزاف انا الحمد لله كان فيما كنت كنمشي كنشوفهم البيوت ديالهم كلشي الزعري اللي حقوا لي لا عمرني مشيت كندوي مع ولده بالتليفون مره واحده ولا جوج وكان انا فاش كنا في الحضور ديال الجنازه ديال نعيم المشرقي هاوي كلشي الصباح نيت انا فاش جاني هذا الخبر راه كنت انا والسي محمد حراقه وحموده عمور وسميتو الحطاب كنا في كافي حاجه وكاين واحد ما عرفتش كيفاش غادي نقولها لا شوف واحد نقولها لا واخا الفنان انا بزاف ولكن لجنه اي لا تم شهيدنا تأثر شديد لعائله نسال الله الرحمه ونسال الله المغفره ان لله وانا اليه راجعون ان لله وانا اليه راجعون نسال الله الرحمه مصطفى الزهري نسال الله الرحمه نهائي الفنان مصطفى الزهري انا كنت معهم انا مسرح كري 1974 بجوجهم تنعاونوا معهم ماشي نخدم معاه خدم معاه التفاصيل خدمت معاه 74 وزعلي له تنعاونوا معاهم بقى فيهم ممثل وراجل مزيان مسرحي وتلفازه وسينمائي وكوميديا والله يرحمه مسكين اللي مع الزهري ولو مراد وكاين اللي كيبغي يجي وكاين اللي لا يكلف الله نص راه كما كتشوف حتى عمر السيد لي الله بالعمايه كلشي وجا حضر نعيم المشرقي وشحال وعجبني اش وقع انا روح والله روح روح وفنان الله يحمد مجموعه من الفنانين كيجيو في هذه اللحظه يعني من اجل اداء صلاه العصر وصلاه الجنازه يلا عندك هنا شي 12 ولا 10 اللي حاضرين اللي حضروش ولكن هذا الشيء راه مهم عيب بلا ما نقول غيب حشو معاك الا هذه راه كتقولوا كتضرك ولكن الرساله للفنانين الله يهديكم على بعضياتكم ناحيه الفنانه خويا انا هذه القضيه الفنان غيب حشو معها هذه بعدا اول حاجه كنقولها الا جينا نعاتبوا غادي نعاتبوا بزاف علاش كاين شي اعضاء اللي باقيين في الحياه ديال التلفازه والسينمائي وكان مزيان كان زوين واحد الوقت واحد من كان السبعينات كانت تلعب واحد الوقت كنلقى فيها مصطفى الله يرحمه مسكين ديالنا مصطفى فنان مسرحي كيفاش لقيت الخبر ديالك؟ واحد الوقت توسوكي مصطفى مات هو مات وهو جا اول مره عتاو تخلع مفاجعه الخبر مو الخبر اللي نقدر نقول الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا رب العالمين وعزاؤنا واحد والله يصبر العائله ديالو ولا العائله الفنيه ولا العائله ديالو وكنقول عزائي الاختي رشيده كلها الصبر ان لله وانا اليه راجعون واش جمعك بشي لقاء يعني كيفاش يجمعني به واش حنا سنين وحنا كنجمعوا بعضياتنا يعني مؤخرا يعني مري كان هذا رحله العمر كان هذا هو المسلسل اللي كان فيه كان مضرور ولكن حب المهنه مسكين هو اللي خلاه باش يصور وانه يخدم وكان وسط حبابه وعائلته وصحابه حيت حنا كنقول دائما كنجمعوا بعضياتنا اكثر ما كنجمعوا مع عائلتنا الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا رب العالمين و الله يثبت على المسألة. مثلا اخر اتصال بينك وبينه ولا اخر حوار شنو قال لك؟ خويا اخر حوار انا تلقيت معاه كان باقي شويه بصحته كمريض انا ما نبغيش نشوف فنان هرم ونشوفه مريض ما يمكنش ليا
كيفاش جات الصدمه فاش تلقيتي الخبر؟ الصدمه كأي واحد، لأن مصطفى الزعري ماشي 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 قليل، ماشي فنان من الرواد. هرم. هرم. كي كيموتوا الأهرامات واحد تبع واحد، يلاه دا سكين ما بيناتهم 6 شهور. ودابا مصطفى ونعيمة المشرقي للأسف الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم. الخبر ديالو جا بجانب الخبر تاع الصديق. الله يرحمهم أخويا الله يرحمهم، يجعل مستواهم الجنة يا رب العالمين. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا رب العالمين. الله يرحمهم يا رب. الله يصبرك. تم مشاهدنا تأثر شديد لعائلة مصطفى الزعري، نسأل الله الرحمة لعائلة الفنان مصطفى الزعري. تأثر شديد في هذه اللحظات، نتمنوا ليه الرحمة، الله يرزقهم الصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن في هذه اللحظات ابن الفنان مصطفى الزعري، مسكين الله يصبره. يعني كتشوف واحد التأثر شديد، مسكين ما قدرش أنه يصبر على خبر فراق ديال الأب ديالو. إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله الرحمة ونسأل الله المغفرة. مجموعة من أداء صلاة العصر وصلاة الجنازة، نسأل الله الرحمة ونسأل الله المغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله الرحمة. آمين يا ربي، نسأل الله الرحمة والمغفرة. فضل حضرات أداء صلاة العصر من بعد صلاة الجنازة على الفنان مصطفى الزعري. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدنا يعني تأثر شديد وكبير لابن مصطفى الزعري، يعني مسكين ما تقبلش الخبر ديال الأب ديالو، مكيبقاش مكتب الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله الرحمة ونسأل الله المغفرة. مسكين يعني كان واحد الحالة اللي صعيبة بزاف. تفضل اخي سير سير. هذا كيف؟ ها؟ أنا كذي.